دخل رجل على الخليفة المهدي بن المنصور يوما ومعه نعل، فقال: هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أهديتها لك. فقال: هاتها. فناوله الرجل إياها، فقبلها ووضعها على عينيه، وأمر له بعشرة آلاف درهم. فلما انصرف الرجل قال المهدي لجلسائه: والله إني لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير هذه النعل ولم يلبسها، ولكن لو رددته لذهب يقول للناس: أهديت إليه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها عليه، فتصدقه الناس، لأن العامة تميل إلى أمثالها، ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي وإن كان ظالما. فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم، ورأينا هذا أرجح وأصلح.